أولادنا يجب إن إحنا نطور طريقة تعليم الأطفال من سن الثالثة، لأنه الأهل مش بيكلموا لغة فصحى في البيت. يبقى ناخدهم بقى من 3 سنين في الحضانة ونعلمهم اللغة الفصحى من هذا السن المبكر. وبعدين لما كمان درست إنه الطفل ممكن يتعلم من 10 إلى 15 لغة لو كلمناه وسمعناه لغات مختلفة، فقلت ما أنا أستفيد بالفترة الذهبية دي، فترة التعلم الفطري التلقائي. قررت إني أعلم حسب الوقت المتاح لي في الحضانة، أعلم الأطفال 5 لغات: اللغة العربية الفصحى، واللغة الإنجليزية لأنها ضرورية، واللغة الفرنسية لأنها لغة رائعة الجمال في الشعر والأدب والثقافة. واللغة الصينية لأنها لغة المستقبل. اللغة الهيروغليفية بالنسبة لي مهمة جدا. ليه؟ اللغة الهيروغليفية فيها أسرار مكتوبة لم يقرأها أحد بعد. باخدهم واحد واحد: عربي، فرنساوي، قرآن الصبح، وإنجليزي بعد الظهر، في هيروغليفي وفي صيني. والمدرس بيقعد لوحده في الفصل، المدرس والتلميذ قدامه، يقول له، يوري له الكارت عشان يقرأ. أنا بكون خلية في الكلام، في القراءة. المدرس بيوريها ويخلي الطفل يعيدها 3 مرات، 10 كروت كل يوم. أوري له الكلمة، عمل خلية بالكلمة، وبعدين بعد ما خلص الكلمات بوري له الصورة. فبيربط دي مع دي، يرجعوا تاني. لازم يشوف 10 كروت دي 3 مرات في اليوم ولمدة 5 أيام متواصلة. بعد ما الطفل أنا بوريله 10 كروت 15 مرة، أنا تأكدت إنه الخلية اتبنت في المخ وخلاص. إحنا دلوقتي خلصنا مرحلة المفردات، دلوقتي ابتدينا الجمل اللي هي من كلمتين فقط. بعد ما بخلص ده كله بعمل لهم قصص هم بيكتبوها عن حياتهم. بقى هيكتبوا حياتهم اللي بتحصل في المدرسة. يوم كبير ادخل المطعم اكل، وبعدين اجي هنا للفصل، المسة تاخد الغياب، وبعدين نروح مشتغلين يعني كده. الصيني، الهيروغليفي، الفرنساوي، الانجليزي، الهيروغليفي عشان هو بتاع فرعنا. Frère Jato, dormez-vous, sonne le matin, din-dan-don, din-dan-don. هو بيميز الكلمة صورة وكتابة. مجرد ما بيشوف الكلمة بيبقى عارف إن الكلمة ديت مثلا كلمة الشتاء، بيبقى عارف إن دي شتاء. بيشوف الصورة مطرة،
بيبقى عارف ان دي كلمه شتاء بيقولها من نفسه، وبتبقى يعني طريقه الاستيعاب اسرع اسرع. يعني هي الصور بتشدهم، الصور بتخليه هو عايز يعرف الصوره دي بتتكلم عن ايه، فبتلاقيه بيستوعب الكلمه اسرع. انا في اثناء النهار بعد الغداء لازم بنايم الاطفال. ليه؟ النوم اساسي، الطفل لازم ينام ليلا 12 ساعة متواصلة فقط أثناء النوم. كل اللي الطفل شافه وتعلمه أثناء النهار ينتقل من الجزء الأيمن إلى الجزء الأيسر من الناحية دي يتخزن، والطفل بعد كده بقى يطلب. طيب لو فرضنا إنه ما نامش كفاية، خلاص اللي خزنه في الجزء اليمين طار إلى الأبد. إذا كانش المدرس هينطق مظبوط جدا مش هعين بأسلوب عملي، هخلي الأولاد تتحدث عن نفسها. أنا مش عايزة أعمل حضانة ومش عايزاها للربح، أنا باخدش ولا مليم وما بكلفش الحكومة ولا مليم ولا باخد من الأهل جنيه واحد. أنا عاملة دي تبرع لمصر، أنا حبي لمصر شديد وافتخر بإني مصرية بشدة.